مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيكة الفريز بطريقة كتير طيبة ورائعة، وان شاء الله بتنال اعجابكم. طريقة كتير كتير حلوة. كيكة محشية فريز من الداخل وكتير رطبة وروعة، عن جد بنصحكم تجربوها لهيدي الكيك بهيدا الشكل. من تحت طبقة فريز بيجي الكيك. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بجات 3 بيضات، بحط ربع ملعقة صغيرة فانيلا، بحط كوب سكر، بخفقن على سرعة عالية. بس خفقتن حوالي دقيقة واخدوا هيدا القوام، هلأ بحط فوقن 1/2 كوب زيت نباتي، نص كوب حليب، ملعقتين صغار بيكنج باودر، رشة ملح كتير بسيطة، بدنا ندخل فوق الخليط 1.5 كوب طحين. عطول الطحين بالكيك بندخله هيدا كوب، هيدا نص. بعد ما نخلنا طحين هلا بخفقن على سرعة كتير خفيفة. انتهينا من الخفق، بحطن على جنب. عنا هون فريز، شو بدي اعمل؟ بدي احط فريز بأرض القالب للعرق اكيد، بقص الفريز على النص بهيدا الشكل، بحطها بالقالب. شايفين كيف؟ بهيدي الطريقة بس بقصن على النص. بس حطينا الفريز بهيدا الشكل، هلا بحط الخليط، خليط الكيك. بسم الله. ما حطيت الخليط كله، حطيت قسم من الخليط. كمان هلا شو بعمل؟ بحط كمان فريز، فيني اقطعهم بهيدا الشكل 4 قطع، حطهم بهيدي الطريقة، وزعهم على الخليط. شايفين كيف؟ هلا بحط الخليط اللي باقي عنا. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 150 من الاعلى والاسفل. هلا بحطهم بالفرن. هذا الكيك بعد ما طلع من الفرن اخذ بالفرن 40 دقيقة، حطيته على المجلى بالمطبخ عشان يبرد، بس برد بحرارة الغرفة. هلا منشيله من القالب، بعمله بهيدي الطريقة.
بسم الله. مرش سكر بودرة على الوجه، ندخلهم اكيد بهيدا الشكل. هذا الكيك اللي عملته انا وياكم، بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجايه. باي باي احبابي.